السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بكم وحلقة جديدة وساعة أمل جديدة من ساعة الأمل. طبعا في البداية بنعتذر ليكم عن التأخير بس لظروف الطريق يعني وكده. كل سنة طبعا في البداية وأنتم كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم وإن شاء الله قعدوا علينا بالصحة والسعادة. معانا النهاردة في حلقتنا اتنين من متحدي الإعاقة ورمز من رموز الكفاح والإرادة والعزيمة. معانا النهاردة أستاذ أحمد السمري مدير تنفيذي لشركة هاند كاب للدعاية والإعلان، ومعانا الأستاذة نوع عزام مصممة هاند ميك. ازيك يا أستاذ أحمد؟ أهلا وسهلا. أهلا بيك أستاذ هادي. أهلا بحضرتك أستاذ، منورنا والله. مرحبا. الله يخليك. ربنا يخليك. أستاذ أحمد، في البداية بقى عايز أتكلم معاك عن بدايتك مع متحدي الإعاقة وإيه هي الصعوبات اللي واجهتك في الأول؟ هو البداية في الإعاقة بدأ معايا من زمان جدا، من عمر الطفولة يعني. بس هي التحديات الحقيقية في الحياة ما بتظهرش غير لما الإنسان بيكبر شوية ويبتدي يدرك المحيط اللي حواليه بجد. فاحتكاكات المجتمع عموما بقى، سواء كانت في دراسة أو في حياة عملية. بس الحمد لله على كل حال، أنا شخصيا عمري ما حسيت الفرق، لأن أنا المحيط الاجتماعي عندي كان دايما بيعوضني شيء زي ده. وفي نفس الوقت انا كنت شخصيتي اتكونت بالفعل على اني مش اقل من حد. تمام. طب حضرتك قلت في الطفوله، هل حضرتك مولود كده ولا كانت خطا طبي؟ لا، هي طبعا الخطا الطبي الشائع اي حاله شلل اطفال الف ب سخونيه وحقنه غلط. بس هي ينتج عنها شلل الاطفال على طول. انما يعني انا اعتقد ان موضوع شلل الاطفال والتطعيم والحاجات دي ظهر في مصر نتيجه الخطا. خطا طبي. مش ان هو اساسا الفيروس كان منتشر يعني. انا الان يكون العكس هو اللي صحيح. يعني اتحاد حياه المجتمع ظهرت مع الجامعه ولا بعد ما خلصت الدراسه اصلا؟ انا كان في تحديات قابلتني ايام الدراسه بس يعني هي تحديات فردية وشخصية. التحديات العملية اكتر كانت في المرحلة اللي بيبتدي فيها الانسان حياته العملية عموما. تمام. استاذة نهى، حكايتك بقى مع متحدي الإعاقة وصعوبات اللي واجهتك في المجتمع. هي برضه ما تعتبرش صعوبات قد ما هي تعتبر تحديات. ممكن تكون بدأت لما المدارس ما قدرتش ادخل المدارس. فدخلت محو أمية. انا وانا في سن 14 سنه. طبعا المدارس الحكوميه كانت رافضه في فتره ما، كانوا مش مقتنعين ان مفيش ما ينفعش يبقى في دمج بين معاق او سوي. بس دلوقتي اكيد الوضع مختلف تمام. فالمدارس ما قدرتش ادخل المدارس بشكل طبيعي، فدخلت عن طريق لما وصلت سن 14 سنه دخلت محو اميه، والحمد لله اخدت منها وصلت اعدادي وثانوي واخدت الليسانس الحمد لله. يعني تفوقت اللي انا يعني تفوقت على الناس على اعاقتي نفسها. انت اصلا كنت مولوده كده ولا كانت هي اخطاء في النمو بعد ما لا هي مش انا كنت لحد سن 3 سنين، ويعتبر والدي ووالدتي قرايب بس. مش كل القرايب بيبقى في المرض ده، او هو يعتبر نسبه من العظم الزجاجي. طب اهلي كان عملوا ايه بقى في فتره لما لوجي كده بداوا ان هم هل برضو سكتوا؟ هو انا بمشي لحد سن 3 سنين. بقى فضلوا بقى مع العلاج وكلام من دوت، بس انا حالتي الصحيه ما كانتش برضو باينه قوي. ما جيت بقى وصلت المدارس، هي بقى بدات اللي انا ما كنتش بقدر اتحرك، ما كنتش بقدر اتشال، فكانوا بيسعوا باي طريقه، حتى ان هم جابوا لي مدرسين في البيت بحيث ان هم يعلموني ما افضلش جنب. فدخلت لما وصلت 14 سنه ودخلت معهم اميه كنت بالفعل بعرف اقرا. تمام. يعني ما كنتش عندي مشكله، اهلي كانوا معايا باستمرار صراحه. يعني هم يعتبر باباكي ومامتي هم الجندي المجهول في حياتي. طبعا. واختي برضو لانها تعبت معايا برضو في مراحل كتير، كانت بتوديني دروس وبتجيبني، لان انا كنت لحد ما دخلت بالظبط الاولى جامعه كنت على عجله بدايات. ما كنتش انا رفضت ان انا اقعد على كرسي متحرك اساسا. كان ليه السبب؟ السبب لو انا قعدت عليه هستسلم وهقعد عليه طول حياتي. لكن قعدت على عجل بيبيهات عشان يعني حبيت اكسر الحاجه دي جوايا. اتحل نفسك. كنت بخرج بيها، وكان طبعا في ناس يعني نظره الناس كانت مش كويسه بالنسبه لي وقتها، لكن دلوقتي اكيد مش فارقه معايا. فكنت بتحرج منها، ففضل اللي انا اتحدى اللي انا محروجه لحد ما سبتها من نفسي
وبدات ان انا استخدم عكازين، والحمد لله بقيت بمشي دلوقتي الحمد لله. انت مثلا لما دخلتي الجامعه بقى كانت ايه اكتر حاجه صعبه بالنسبه لك في فتره الجامعه؟ يعني خليكي مثلا فتره كده ضافي مع نفسك تقولي لا انا مش هكمل. لا صراحه ما كانش في اي حاجه خالص، يعني حتى الدكاتره كانوا بيحبوني جدا، وكانوا بيميزوني بالسلبي، لا كانوا بيميزوني بالايجابي، كانوا دايما فخورين بيا ومبسوطين ان انا وصلت للمرحله دي، وان انا قادره اقف وسطهم رغم الظروف اللي كنت بعاني فعلا وانا رايحه الجامعه وانا جايه، كان لان الطرق كان مش مؤهله ان انا اخرج واروح واجي. فصراحه الدكاتره كانوا مبسوطين مني، وما كانش في اي مشاكل في الجامعه خالص. وانت صح، دي اكتر حاجه صعبه كانت فتره كانت فتره الدراسه بالاخص الجامعه. يعني الجامعه هو انا شخصيا بصراحه فتره الدراسه من ابتدائي للجامعه ما كانش فيها صعوبات بالنسبه لي اطلاقا، ولكن كان في محك وحيد في حياتي هو اللي كان سبب لي يعني نوع من انواع الاحباط، الضيق والاختناق بس شويه، والحمد لله تغلبت عليه واثبتت عكسه. كان ايه هو الموضوع ده باختصار؟ الموضوع ده باختصار ان انا كنت طالب في الجامعه زي اي طالب، ليا نشاط زي اي نشاط عادي جدا، وكالعاده في معسكرات ورحلات وحاجات زي كده، فانا قدمت في حاجه من الحاجات دي، كان معسكر حلوان، وفوجئت ان اسمي اتشال من اداره رعايه الشباب بدون اسباب. فلما توجهت عشان اسال السبب، ففوجئت ان ذوي الاعاقه او على حد تعبير مدير رعايه الشباب في الوقت ده المعاقين ما لهمش الحاجات دي. في رحلات في اداره النشاط الرياضي للمعاقين، ابقى روح اسال عليها. يعني خليك في المكان بتاعك احسن. يعني هو بيني وبينك طريقه الالقاء كمان بتاعته كانت قاسيه جدا في الوقت ده، فانا ما استوعبتش يعني ليه. فسالت واشتكيت، وللاسف بعد ما خدت امل قوي جدا من التليفون كنت عملته لمكتب رئيس جامعه، انا بتكلم في حاجه من 15 سنه. لما رحت بناء على الدعوه اللي اتوجهت لي لقيت العكس تماما. طبعا ده عمل لي ازمه. بس عدت، والسنه اللي بعدها طلعت المعسكر ده وتميزت وحققت مراكز للجامعه، لان هو كان معسكر تثقيفي كمان ما كانش ترفيهي. يعني ما كانش فيه صعوبه اصلا ان انت من البدايه تطلع؟ لا اطلاقا، هو الموضوع اصلا انا مش ما كنتش مستوعب هو ليه الرفض. لان انا حتى لما رحت فعلا ما لقيتش اي نوع من انواع الصعوبات. هو لا وخلاص. هو لا ما البرواز والفرام اللي احنا بيتم وضعنا جواه من قبل المجتمع المعيق لذوي الاعاقه هو ما هوش قران وما هوش الزام. دي مجرد وجهات نظر للاخر، والاخر لا يدرك حجم امكانياتك، فهو مش من حقه ان هو يقررها. انت شايف ايه اللي خلى اتحط الفريم ده، او ايه الاسباب اللي خلت الناس بقى عندها الفريم ده؟ اول حاجه انا لمستها من خلال احتكاكات كتيره جدا، الثقافه عموما بالنسبه للشعب المصري من زمان حتى الان كان في نسبه اميه عاليه. المستوى الاقتصادي ما كانش مساعد الناس، الاهل وحرصهم على اولادهم. في ناس كتير من ذوي الاعاقه في من اخواتنا في الصعيد محدش يعرف عنهم حاجه تماما، نتيجه لان اهاليهم خايفين يعرفوا الناس ان عندهم حاجه. وبالفعل محدش يعرف عنه حاجه. كائن حي، بني ادم، مش يعني انسان. تفتكر يا زنوها ايه السبب في الموضوع ان هو الناس بتعترفش ان عندهم تحدي اعاقه؟ قله ثقافه، قله توعيه. يعني انت حضرتك لو في المدارس اساسا يدمجونا، او يعني يبقى في دمج، او يبقى في برامج توعيه، او يبقى في تثقيف ان المعاق دوت مش حاجه نكره، ده هو بني ادم من حقه يعيش ويتعايش. تمام. فالمفروض يبقى في توعيه اكتر من كده، يبقى في حتى في المناهج زي ما في مناهج لذوي مثلا للمسيحيين او للمسلمين، ده قران وده انجيل، تمام، وبنفصلهم. طيب ليه ما يبقى في مناهج يعني مش مناهج، في بعض الدروس توعيه ان الشخص المعاق ده او الطفل اللي فيه عنده اختلاف ده، لا ده من حقه ان انت تلعب معاه، من حقه ان انت تعامله
بشكل طبيعي، ده مش حاجة ان انت تخاف منها، ده مش بركة زي ما احنا ما بنقول يعني. ما بعض الناس بيصنفونا يعني بركة يا سوبرمان وحاجة او بركة او شيخ او الحاجات دي. بركة يا سوبرمان، انسان خارق للعادة والطبيعي. هي تغيير نظرة المجتمع بس لينا عن طريق التثقيف والتوعية مش اكتر. انا من وجهة نظري برضو يا استاذ احمد ان اللي خلى الناس يحطوا الفريم للناس دي هي فكرة الافلام والدراما والاعلام والكلام ده كله. يعني اصلا اي فيلم موجود بتلاقي المحاصرين دايما هو كده، يا شيخ يا بيقرا قران على مسجد، يا متسول يا بيبيع حاجه في المترو. هستاذنك في حاجه يا استاذ هادي. هو كلامك منطقي طبعا، بس هو الاساس والقاعده العريضه في المنظومه هي ايه؟ هي الثقافه والاقتصاد. مظبوط تمام. الاعلام والميديا لحد فتره قريبه قدرنا النهارده قاعدين قدام شاشه التلفزيون وحضرتك المقدم والمذيع الرائع معانا، انا والاستاذه نهى ضيوف. ده ما كانش سهل انه يحصل زمان، وان كان هيحصل فهو بيحصل من باب اللي هو يوم عالمي انا اسف يعني الواو. القناه دي جابت ذوي الاعاقه؟ لا مش ممكن، ده جابوا معاقين. يعني باختصار هي ماده خام جيده لأي حد عايز يلفت نظر الآخر ليه. أكتر من كده لا. هو بقى المادة الخام دي أساسا أنت تقدر تستفيد منها ولا لا، ده مش ما كانش وارد في حسابات الآخر لحد فترة قريبة، بس الحمد لله ما دمنا قعدنا النهاردة قاعدة زي دي في برنامج زي ده يبقى في اختلاف وفي جديد، وإن شاء الله بكرة أحلى. يا رب إن شاء الله. مثلا هو بقى طريقك في المجال العملي بقى، أنت خلصت الجامعة وهبدأت تشتغل، كانت ايه بقى لما شوف انا عايز اشوف شغل؟ هل بقى كان برضو ناس قالك لا كتير ولا هل لقيت الموضوع بسهوله؟ هقول لحضرتك حاجه، هو من البدايه من وقت ما انا كنت في ثانويه عامه ماشي، اول ما بدات ان انا اقف على رجلي اساسا كنت دايما بسمع عن اخواتي اللي هم ذوي الاعاقه ان هم مفيش شغل، 5% دي مش مفعله. ففي صراحه حد قال لي ليه ما تقدميش بشهاده الثانويه العامه بحيث عشان انت المشوار قدامك طويل. فانا قلت لها يا شيخه لا مش معقول. وحصل، قدمت فعلا بالثانويه العامه على بال ما اخد الجامعه بس ولا حاجه حصل. اخدت الشهاده من هنا الليسانس الحمد لله وبدات اقدم طبعا في القوى العامله. طبعا كان في طيب ان شاء الله في مسابقات بتنزل والكلام من دوت، طبعا ما فيش استجابه. القوى العامله مره بعتتني بجواب ترشيح ان انا اشتغل عامله في مصنع بلاستيك. طبعا انا مش مشكله الليسانس خالص بس يعني المشكله في العكاز ده. ما ينفعش ان انا اشتغل عامله اللي هو اسمنا وفروا لك عمل بس مش ملائم للحاله، ان هم اسمنا ان انت قلت لهم طبعا صعب بالنسبه لي، قالوا لي خلاص اي مدرسه هنبعتك لمدرسه. طبعا في بعتوني المدرسه اسمها رساله سكول، دي على طريق كفر الزيات عندنا في طنطا. المدرسه دي ما شاء الله مدرسه ما شاء الله عليها يعني. الراتب بتاعها قالوا لي الراتب بتاعها قالوا لي 200 جنيه. تمام. طبعا انا مش بقبل زكا، انا قلت لهم لا انتوا بتتزكوا عليا يعني. اللي هو يعني شغالين خلاص. خليكي في البيت وكل شهر تعالي راتب، خدي الراتب بتاعك. الراتب ايه؟ 200 جنيه. فطبعا الوضع ده ما عجبنيش. تمام. بدات اعتمد ان انا اجيب زي اي بني ادم عادي. جبت برنامج الوسيط وبدات ابحث عن شغل. لقيتي؟ هو صراحه كانوا بيشوفوا السي في بتاعي وكانوا بيقتنعوا كلام من دوت عن طريق الموبايل او ابعت لهم الايميل. بس طبعا لما كنت بروح طيب والله احنا هنتصل عليكي، طبعا ما كنتش بشيل جوايا كان بيه بس ان تزعل بسيطه. خدت الموضوع بالنسبه لك عادي؟ قررت برضه بالنسبه لي تحدي ان انا يعني في يوم من الايام هوصل. بس بعد كده لقيت يعني كنت صراحه بشتغل حاجات تي في سيلز حاجات كده ان انا كتضييع وقت. جميل. انا مش ببحث على الماده قد ما ببحث على تحقيق ذاتي. الجزء المعنوي اكتر من الجزء المادي. عايزه احقق ذاتي، عايزه اكون نهى يعني مش يعني مش عايزه اكون عائد، ما عايزه اكون عائد لنفسي. جميل جدا. وانت يا استاذ هل بقى بدايه الشركه بتاعتك فكرتها كانت ايه؟ من حيث يعني نطيت مرحله كبيره وعملت شركه على طول. بدايه الشركه هو انا كان في قبل الشركه مشوار طويل لان انا بعد ما خلصت كليه اشتغلت واخدت طبعا كان حلم حياتي ان ابقى محاسب فعلا يعني بما اني بكالوريوس تجاره. بس طبعا احنا مشكلتنا في مصر ان ما حدش بيعمل اللي هو اتعلمه، اللي هو عايز مفيش حاجه غير الدكتور والمهندس بقى دول. تمام. فلقيت موضوع الشركه. ف موضوع الشركه ابتدى معانا بعد الثوره
وبعد مجهود كتير قوي بذلناه في المطالبه بحقوقنا ومش على النهج الحقوقي واسلوب الجمعيات والحاجات دي، هو اتضح ان هو في الاخر كله بيصفى على كلام ومجهود الناس دي بيروح على الارض، وفي نفس الوقت القضيه ما بتستفدش حاجه عمليه وسريعه، مفيش. فاحنا فكرنا ان احنا نعمل الموضوع بالعكس، ان انتوا تعملوا حاجه توصلوا بيها. هنعمل شركه، الشركه قائمه على اشخاص ذوي اعاقه، الاونر كلهم ذوي اعاقه، الناس اللي بتشتغل معانا بتتعاون معانا برضو من ذوي الاعاقه، زينا زي اي شركه، بنقدم خدمات مميزه على قد ما نقدر للدعايه والاعلان، في الدعايه والاعلان وفي تنظيم المعارض والمؤتمرات. تمام. بنحاول نقدم عروض الاسعار مميزه جدا، والمنافسه بيننا في السوق شريفه، بس الرساله اللي بتوصل للمجتمع من خلال التعامل مع الفئه اللي دايما النظره ليها مختلفه، بان هو يحصل منها على خدمه مميزه وفي نفس الوقت باسعار تتماشى مع مستوى السوق ويمكن افضل في بعض الاحيان، اذا انت كده بتكسر الحاجز. جميل. الموقف ده او رد الفعل ده بالفعل ادى فرصه لناس تانيه برضو من ذوي الاعاقه ان هم يبقى لهم فرص يطلعوا معي يقلدوكوا بره، يقلدونا حتى يعني. في مثلا عميل كان بيعمل اوردر معانا كشركه، ولما تنفذ الاوردر وكان مستواه عالي الحمد لله، بدا يراجع نفسه وبدا يسالني، طب انا كنت محتاج مثلا حد محاسب، طب في حد ممكن يتعاون معانا في الموضوع ده يكون عنده مؤهل كويس بدا يعرف الناس دي شغاله. بالظبط. وبالفعل لما الحد ده راح واتعامل كانت النتائج بالنسبه للشخص اللي هو بيستعين بيه مبهره ما شاء الله. فبالتالي انت بتغير نظره المجتمع، صحيح بطريقه غير مباشره زي ما بيقول، بسيطه بس يعني هي نواه. جميل. وان شاء الله في بحر فتره مش طويله هاندكابد جروب هتبقى ان شاء الله باذن الله شركه لها شانها ان شاء الله. ان شاء الله. اذا نقعد نص دقيقه بقى عادي تقولي لي ايه رسالتك للمجتمع وللدوله؟ عايزه اقول للدوله ان احنا بني ادمين، تتعامل معانا بكل المساواه زي ما هي، يعني احنا مواطنين لينا حقوق وعلينا واجبات. انا ما بقصرش في واجباتي للدوله. تمام. فبعض الحاجات انا ببقى محتاجاها، مش انا كنوع، انا كذوي اعاقه بشكل عام. في بعض الناس زي ما استاذ احمد قال مش موجودين اساسا، لا مش، فليهم احتياجات كتير قوي ومش عارفين يحصلوا عليها. فالدوله عايزين الدوله تبص لهم، للناس دي تدور على الناس دي اللي نفسها بس انها تخرج من بيتها، بس مش قادره تخرج سواء لان الشوارع بايظه، المواصلات، الكرسي بتاعها ما عندهاش امكانيه انها تجيب كرسي تخرج عليه. ده بالنسبه للحركي، وبالنسبه برضو للمكفوفين، في تانيين برضو اللي هم الاصم والصم والذهنيين والذهني، وكمان اللي هم الاقزام. برضو الاقزام ليه احنا في مجتمعنا لسه معترفين بيهم ان هم تبع خمسه، تبع ذوي الاعاقه. لا لسه يعني قبل كده ما كانش دول مهمشين، مع ان عددهم مش صغير. كل اللي بيشوفوا الاقزام مجرد انها ماده للسخريه، سواء في الشارع، سواء في الاعلام، سواء في اي مكان. ما تمام. وانت الزحمة استمر في نص دقيقة. في نص دقيقة بقى ايه رسالتك للدولة؟ هي بتقول الاقزام مادة للسخرية، فانت جوابرة. لا انا مش معتبرة نفسي من الاقزام، ولا معتبرة نفسي من ذوي الاعاقة اساسا، مش اني مش حابة اكون من ذوي الاعاقة، لا انا شايفة نفسي اللي انا الحمد لله الحمد لله ما عنديش حاجة انها تعقني. انا من الغربية وجاية اهوت مدينة الانتاج، يعني الحمد لله وجاي على رجلي وفي صيام. تمام. فانا مش عندي حاجه، وكملت دراستي وكملت واي ما عنديش حاجه يعني. وبشتغل ما شاء الله في شغلي في المجال اللي انا اتجهت له، فما فيش حاجه واقفه لي خالص. يا ربنا معاك يا رب، وبجد انت شرف مثال مشرف، وانت والزحمة بجد احنا سعيد بيك ان انا عملت معاك اللقاء النهارده، ونورتني والله جدا، ونورتني يا زنه. مشاهدينا للاسف خلصت وقت حلقتنا النهارده بسرعه جدا، وقبل ما اقفل او اختم الحلقه يعني عايز اقول لكم حاجه كانت مقوله بيقولها هنري فورد، بيقول اذا وجدت الحياه تعاندك وتعمل ضدك فتذكر دائما ان الطائره تقلع عكس التيار. كنت معكم هادي جلال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.